كلنا نعرف موقع شوب تو جيم اللي يسهل لعبة فري فاير. هذا الموقع يجب عليك أن تدفع كي تشحن جواهر أو يجب عليك أن تتوفر على أكواد قسيمة جارينا. وأنا في هذا الفيديو جبتك هذا الموقع مهكر، نسخة مهكرة عند البرازيل والهنود يشحنون منها جواهر مجانا يا صديقي. أقل شيء تحصل على من هذا الفيديو هو 500 جوهرة. لكن قبل البداية لا تنسى لايك، اشترك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل جديد. أترككم مع شرح الطريقة، روابط كلها موجودة في الوصف. تختار الفري فاير بلاير اي دي، تجي تدخل بالبلاير اي دي، هنا تضع الاي دي الخاص بك في فري فاير اللي تريد أن تصل فيه الجواهر. تضغط على تسجيل الدخول، الجواهر تصلك في الاي دي. تختار هنا 530 زائد 53، هذا العدد $5. تضغط على عدد مجاني كي تحصل عليه مجانا بدون ما تدفع هذه $5. لذلك سيحولك لهذه الصفحة التحقق البشري، جوائز فري فاير مجانا. الخطوة الأخيرة للحصول على جوائز فري فاير، قم بإثبات أنك لست روبوت بجنفية 3 عروض. سوف تستطيع تحميل كود الجواهر، سوف تصلك الجواهر بالآي دي. وهنا مثلا هنا يقول لك قم بتحميل وتثبيت هذا التطبيق ثم اشتغل لمدة 30 ثانية. أيضا هنا نفس تقوم بتحميل هذا التطبيق وتثبيته وتشغيله لمدة 30 ثانية. جميع هذه أربع عروض كلها شغلها وتفتح لمدة 30 ثانية. أيضا هذه استبيانات تدرك شيء. أنصح بهذه أربع عروض سهلة، فقط ثلاثة من هذه العروض كلها فقط ثلاثة يجب عليك تنفيذها. والعروض تختلف من دولة لدولة أخرى، لو كنت في دولة أخرى ممكن أن تظهر معك عروض أخرى على حسب الدولة. ستظهر معك العروض الخاصة بك. قم هنا بقراءة الوصف وقم بتنفيذ المطلوب منك. بعد ما تنفذ العروض سوف تصلك الجواهر يا صديقي.